اليوم رح نوصل على السما عن طريق بادري بيو. بادري بيو بإيطاليا منشوف لقي صوره وين ما كان، بالشوارع، بالمكاتب، بالسينمات، بمحلات البقالة، بالخضرة، بالباتيسري، عند الحلاقين، وين ما كان، لأن بيعتبروه قديس الكل وقديس للحماية. مين هو بادري بيو؟ خلق ببيت متواضع، بذات الوقت مكتفي بحاله. بيو عنده شقفة أرض وبيت عايشين منها ومش عايزين حدا. الأم جويسيبا كتير كتير تقية، متعلقة كتير بواجبات الكنيسة. البي أول ما خلق ابنه أخدوا تاني نهار بالزيت عمدوا بالكنيسة اللي حد بيتهم وسميه فرانشيسكو. سميه حمل فرانشيسكو هالاسم وتعلق كتير بالكنيسة، يروح مع أمه، هي تروح مرة ويروح مرتين قبل الظهر وبعد الظهر ليزور يسوع ومريم. وصار يقول أنا بدي أعمل راهب، صار يتشارع هو وإخواته. هيدي طفولته ويسمع الكلمة، يعني كتير طيب. بعمر 9 سنين بينزل مع بيو على السوق، وكان في بيصدف إنه عيد للشهيد بيريغرينو، عاملين له قداس احتفالي، بفوتوا بيحضروا القداس، بدقوا جراس بالأخير. هو بيشد إيد بيو وبدل ما يظهروا لبرا بياخدوا لجوا قدام القربان، لأنه بيقول كل الوقت الكنيسة عيني ما قدرت شلتهم من القربان، وإذا شلتهم بيكون ارتفعوا على صورة المصلوب وعلى صورة العذراء اللي حده، اللي وجهه كتير حزين وهيك وكئيب بالحزن كله، يعني تعبير عن الحزن العميق. شوي بيسمعوا صوت أم عم بتقول، صوت وجع، ساعدوني ساعدوني، وسعوا لي مطرح، خلوني اقطع. طلع هو حامله بايده ولد، الولد مكربج جسمه وايديه كانه في شيء هيك ماسكهم، وحتى التم مش طبيعي. توصل بتقول للابونا بدك تشفيه او ما بدك تشفيه، اذا ما بدك تشفيه وقدام الكل عم يطلعوا فيها، بتاخذ الطفل وبتزته على المذبح. كلهم بيصرخوا، بعد الصرخة في صمت. هالصمت شو صار بالبيبي؟ إذا مات بهالوقعة القوية، بهالزتة القوية، بيلاقوا إنه الولد رفع إيده يلي مكربجة، صارت لينة، إجري قدر قام وتضحك وقال ماما، صرخوا كلهم أعجوبة أعجوبة أعجوبة. بيقول بادري بيو من هيدا النهار أنا بلشت دعوتي. البي بعد هالحادثة تأثر كتير وصار يقول إذا بيو دعوته حقيقية وعم بيقول بدي أعمل راهب لازم أنا ساعده، بس إذا بضل قاعد بالبيت هون ما بقدر ساعده، رح سافر على أمريكا، هيك بيشتغل وبيبعت لهم مصاري. الأم شجعته مع أنه هي حامل كانت، وهو راح. أول أستاذ لإله حطوله دومينيكو تيزاني اللي علمه يحكي منيح إيطالي وعلمه القراءة والكتابة. كان يرعى بالنهار ويتعلم بالليل، كانت علماته كتير حلوة، سابق كل الصف والأستاذ مبسوط فيه. فرحت أمه أنه علماته بيخولوه يدخل الدار، بس هو حاطط شرط، مش على حيال دير، على دير الكابوسان، يعني الكبوشية، لأنه تأثر ببيركاميلو. بيركاميلو هو كبوشة، راهب يقطع من منطقة لمنطقة، يساعد المزارعين، يفوت على البيوت، يساعدهم أوقات، يخدمهم إذا حدا مريض، عند بالورش يساعد الكل يعني، ويفرق للأولاد أيقونات وصور، ويخبر الكل عن مار فرانسيس الأسيزي. تعلق فيه بعمر 16 سنة، مع أنه كان ناطر هيدي النتيجة الحلوة أنه يقبلوه بالدير، اجته الموافقة، شعر بحزن كبير
ليش؟ مثل كأنه استحقها واستحق انه صار الوقت يترك امه. هالشي خليه يتألم، يتألم روحيا. بهيدا الألم شاف رؤيا، رؤيا بتفرجيه انه انت بدك تواجه مارد شرير، بس ما رح تكون حد وحدك، رح يكون في حدك حضور سماوي. تاني رؤيا فكرية بتوعيه على دعوته انه فيها هي نور طاهر. وتالت رؤيا انك رح تواجه هيدا المارد الشرير حتى لو بالمعارك. بقداس الغطاس من عشية، من بعد ما يخلص القداس بيودع أهله وبيروح على الدير سنة 1903. لما بادري بيو وصل على الدير كلهم شافوا فيه شيء مميز. أول شيء تواضعه، بعدين صلاته وقعدته بالسجود والتأمل، والرب أعطاه نعمة الدموع. صاروا كلهم هيك متأثرين فيه، وبعد 15 يوم لبس الثوب وسموه بيو. بيقولوا سموه بيو لأنه في بيو كان قبله شهيد، وفي بيو القديس، وفي بيو بروميير يلي هو شهيد، والقديس بيو سانك يعني، وتكريما للبابا بيو العاشر كمان. بس زادوا على اسمه بيو دو بيترلشينا يلي هي اسم ضيعته. هلا هو تعرف على استاذه الفلسفه مونسينيور بينيديتو يلي تعلق فيه وصار مرشده الروحي. بس اول ما دخل الدير وبلش يتعلم مرض كتير لدرجه وجع صدر حتى الاغماء، اضطروا يودوه يرجعوا على الضيعه على ضيعته يرتاح. صار بضيعته يعني بالليل يهاجموا الشرير مثل الرؤيا مزبوط، يسمعوا صوات وهيك، حتى كل ما رجع على الدير يرجع كمان الهجوم يقوى اكثر واكثر، مثل كانه ما بده اياه يرجع على الدير، يرتاح شوي بالبيت بس بالدير اكثر واكثر يتواجه. ساعتها قال له بنديتو للراهب اللي معه بتسجل لي كل كلماته اللي بيقولها بوقت الهجوم، لان بادري بيو يحكي على صوت عالي ويسمعوا لبدات وخبيط وصوات عالي وهيك. صار ابونا يسجل كل شيء. بادري بيو وقت كان ودوه على الضيعه ليرتاح، بالضيعه الاهالي شوي هيك سامعين بالاخبار مثل نقزنين منه، لنهار سمح الرب ليقويه ووعده بحضور السما حده. في زوجته للاسكافه جايبه ولدها عم بيموت، بس قالت له لبادري بيو بدي عمده قبل ما يموت. صلى له بادري بيو عمده وقام الولد مشى. كلهم هي ستم راكل قالوا، وركض البي تاني نهار سجد وصار يجي على الكنيسه، وغيره كتار اجوا على الكنيسه. وبعمر 19 سنه بادري بيو عمل الندر يعني سنه 1907، وقويت علاقته بالناس وكلهم صاروا يحبوه ويعني ينبسطوا بس يقدس بادري بيو. وكتروا اللي صار في ارتداد كبير يعني اللي كانوا فاترين، رجع قوى ايمانهم وصاروا كلهم يصلوا. فكروا قد ما صحته تعبانه يودوه على دير بعيد بيلاقموا المناخ، وكان هالدير صغير فعلا وفي 6 رهبان، بس الرهبان فرحوا فيه رغم صحته المتعلسة. كان عنده فرح دايم، عطاهم الفرح عطاهم الإيمان، وصار يصلي دايما والناس تيجي تصلي معه. وبينطبق عليه اسم رسالته بتختصر العمل العظيم لسلام النفوس. هيدي رسالته كانت، كان يحب يصلي كتير، يقول أنا ما بدي يكون إلا راهب مصلي لرد النفوس، ويا رب اغفر لهم، أكلني حبك، أكلني الحب، صرت حبهم كتير، بدي إياك تغفر لهم، وإذا ما بدك تغفر لهم محيني من الحياة. لهالدرجة وصل. كان يشعر إنه الرب موجود على طول حده، وهالوجود قال ما بقدر فسره بالعين المجردة، بس كنت أكيد إنه حدي، وهالشي يعطيني راحة وسلام وسرور واندفاع أكتر للصلاة. بس لمن ما يشعر انه حده يقول له يا رب ليش تركتني، ويحس بوجع روحي.
بهالوجع الروحي بخبر انه اشع في نهار كانت ثاقب بين الساعة 9 والعشرة، حس جسمه كتير تقيل ونعسان، وبذات الوقت في خمول ومكسلن وبده ينام. بيقول نمت من ميل ومن ميل تاني شفت نور كبير وجوقة عم بترنم، وهالنور كله رجعت شفت بقلبه دم، وهالدم تحول لخيوط أشعة، خيوط مذهبة، وشعاع منهم طلع وإجا غرزني بإيدي وبإجري، وهيك حصلت على الجروحات المقدسة. وبعدين بيقول بخمسة آب حصلت على نعمة تانية، هي نعمة إنه جرح الصدر على اليمين، يلي أنا مني إنسان يعني مستحق هالقد نعم، كان هالقد مقدر بادري بيو اختيار الرب لإله. وبهيدي الجروحات لما عرفوا فيها الأبونا خبر باولينو الأب بنادتو اللي هو بالإدارة العامة، بيقول له أنا مصدق هيدا الشيء، بس ما بدي حدا يحكي، بدي الصمت، وبدي ما حدا يكشف على الجروحات، بدي ابعت طبيب يتأكد. وفعلا بعتوا طبيب قال لهم هيدي جروحات عميقة وفيها سائل عم ينزل دمها منها، وكمان في مونسنيور كوستا كان ثاقب هنيك وعم يعمل رياضة روحية، بيقول أنا تحاورت مع قديس وبطلب من الرب يخليه بيناتنا لأن هو بركة. بس شو صار بعدين هيدا اللي رح نشوفه بعد هالفاصل. بعد ما ظهرت الجروحات كان عنده بادري بيو بنتين هو مرشدهم الروحي، عملوا له زيارة جرب يلهيهم، هن اشتلقوا على الجروحات، قال لهم ما بدي اياكم تخبروا حدا، بس هن ما قدروا ما خبروا وسربوا الخبرية للكل. وصلت الخبرية من بعد بنادتو والكل اللي خبر البابا، اتدخل بنوا كانز وقال لازم ابعت طبيب، وبعت بروفيسور المداوم بروما بروفيسور باستيانيلي اللي يكشف على الجروحات. كشف على الجروحات، قال هودي نعم سماوية. فرح كتير البابا بنوا وقال مدام عم بيرد الأنفس إلى الإيمان نحن واجبنا نوقف حده. ولكن كمان صاروا في ناس مع ناس ضد، لأنه في غيرة دايما وين ما كان. رجع تأكد، بعت طبيب تاني وتالت، وكلهم يقولوا نفس الشيء. مين المعارض؟ جاغلياردي، هو مونسينيور وما بده أبدا يصدق بهالخبرية، منه مؤمن فيها. بيقوم بيتفق مع أبونا، هو طبيب اسمه جمالي، طبيب للأعصاب، وبيقول له بتروح تكشف أنت على الجروحات، بيتفق هوية. بيروح جمالي عند بادري بيو، وبادري بيو عارف نيته لجاغلياردي وعارف بعت له حكيم أعصاب بده يعمله أنه هو مجنون. بيقول له بس يوصل جمالي بيقول له بدي أشوف الجروحات، بيقول له معك ورقة رسمية إذن يعني لتشوف الجروحات؟ بيقول له لا، بيقول له ما بقدر فرجيكيهن، ولو أنا برجمالي بيقول له ما بقدر فرجيكيهن. بفل مخزول، بس مع هيك ما قدر كشف عن الجروحات. بيكتب عن الجروحات مقال رهيب. البابا بس يقرأ هالمقال ما بيرتاح وما بيتطمن، بيرجع بيبعت طبيب يوثق فيه مية مية، هو كاريتي، بيبعته وبيقول انه لقى الجروحات هن جروحات سماوية، وبيأكد على هالشي. بيقول ساعتها بنوا هل أبونا مبارك وأنا واقف حده، أنا سنده للآخر. جاغلياردي هون بيروق شوي، لكن بنوا كانز بيتوفى، وهيدا الشيء زعل كتير بادري بيو، فقد سند كبير لإله. بس مين اللي فرح؟ جاغلياردي وجمالي، لأنه ما نسى جمالي أنه
ما فرجي جروحات واهانه وانه صار دوره ينتقم. ركضوا عند البابا جديد، والبابا جديد شبعوه حكي واشاعات كاذبه، قالوا له شو ما قالوا له، منهم انه بيستقبل البنات، منهم انه طمعان بالمصاري، منهم انه هو مازوشيست بحب الالم، ومنهم وهي وهو حكيم اعصاب كمان فسر له انه ببعض الحالات الاعصاب ممكن تؤدي الى هيك جروحات. بقى اول شغله عملها بيو تاثر فيهم البابا الجديد، تاثر بكلامهم، واول شغله عملها استبعد بنادتو، لانه بنادتو بالاداره العامه قريب من بيو استبعده، وكمان حط بيو بدير بعيد كمان هيك ليخف، لكن تمكن شو بده يعمل. هلا الناس يلي بحبوه لبيو ورفقاته وتلاميذه واللي عامل معهم اعاجيب ما رضيوا، ركضوا يتحققوا من هالموضوع. شو اكتشفوا بعد هالوقفه الصغيره؟ يلي بحبوه لبادري بيو وخصوصا رفقاته ويلي علمهم ويلي كان مرشد لإلهم، عملوا التحقيقات اكتشفوا فضايح. بيقوموا بيطبعوا الفضايح بكتاب بسموه بيو دا بياترالشينا، حامل اسم بيو، وهيدا الكتاب فيه فضايح كتير. لما عرفت البابوية بهيدا الكتاب دغري دغري وقفوا المطبوعات ولملموا كل الكتب من السوق وما خلوا كتاب يبقى بالسوق، وقالوا ممنوع ترجعوا تطبعوا منه. وبذات الوقت كان في بعض التسريبات وصار في حكي ليلملموا الموضوع ويخففوا ويحطوا العبء والتقل يحملوه على بيو. اجتمعوا الكاردينالية مع البابا باجتماع سري وقالوا اخذوا القرار انه بيمنعوا بيو يقدس مع الناس، بيقدس لوحده، وبيمنعوه من الاعتراف يعرف الناس. ليش؟ لانه هيك بخففوا من القيل والقيل وبخففوا احتكاك الناس مع بيو، هيك بيطفوا الخبرية معهم. لكن عم يمضوا على هالقرار ما بيلاقوا الا انه في راهب ايدي بكمامه فات لعندهم بخطى ثابته، قرب لعند البابا، ركع على قدام اجري باسن وقال له بطلب من قداستك ما تسمح بهالشي، هالشي بضر بالكنيسة. وقام رجع باس اجره مرة تانية وقام وقف مشى بكل هيك وقفة واثقة ومشى وفل. خوتو هن كيف اجا اندهشوا، الحراس لا شافوه فايت ولا شافوه ظاهر. هيدي أول أعجوبة لبادري بيو بيكون بعدة أماكن، هيدي أثرت فيهم وما عادوا أخذوا القرار، ومنشوف من وراها شو صار بعد هالفاصل. كل ما ضيقوا على بادري بيو، كل ما رفقاته وقفوا حده وجابوا معلومات وأصدروا كتب. في 4 كتب، أول واحد قلنا بيو دا بياترالشينا حكوا فيه قدين ظلم بيو، وتاني كتاب هو يلي ضد المسيح بكنيسة المسيح. تخيلوا شو هالكتاب، نقذهم كلهم. والتالت كتاب هو Entre les mystères de la science et la lumière، تحكي عن جروحات المقدسة لبيو وكيف انهم المسؤولين هن منعوا الناس يتباركوا من هالجروحات المقدسة. واخر كتاب كتبوا له ليفر بلان، هيدا الكتاب بيفضح فضايح وقدين ظلم بادري بيو. على كل حال تغيرت النظرة ببادري بيو كليا ورا ببداية الحرب العالمية الثانية. ليش؟ لانه بادري بيو الله سمح انه بهالظرف يعمل نعم كثيره للناس، وفينا نحن يلي بنسميها اعاجيب. رح اذكر البعض منا. اول الحرب بقول لهم بياكد وبوضوح بيقول الالمان قديم جاهزين حالهم رح يخسروا الحرب،
وبيقول طيارجي من الطيارين ما خلينا نروح لأبعد، شفنا راهب بالفضاء ما خلينا نروح لأبعد. وهيدا هو لما شافه قال له مظبوط، لأنه أنا بعتبر كل العساكر ولادي من أي طرف، والحروب ما لازم تصير تنازع بين الشعوب، مش هيدا هو الحل الأفضل. منشان هيك منع الطيارجية يوصلوا أبعد. من النعم الثانية اللي كمان حصلت لصالحه هي الطفلة جيمي. جيمي خلقت بلا ببو عين، يعني عمياء ولا ممكن تقشع لأنه عندها ببو. من الأول قربانة اجت تعترف عند بادري بيو مثل كل الأطفال. بركة بالأول قربانة، بركة عن جديد عطاها القربانة وصلب لها على عيونها. هي فتحت شافت العذراء أول شيء القربان، وشافت العذراء ويسوع، وشافت بادري بيو، وشافت الناس وصرخت أنا بقشع. هيدي الأعجوبة ما بيقدروا يحطوا عليها شك أبدا، لأن ما كان عندها بوب عيون. تلت إيطاليا، كل إيطاليا صاروا يجوا عند بادري بيو ويزوروه على ديره، مع أنه ديره صغير، بس كمان لأنه ديره مساقب بمنطقة ما فيها حرب، كل الناس ملتمة، كانت فترة صلاة، فترة روعة. سمعت فيه ممثلة كتير مشهورة اجت لعنده، شافوها زقفوا لها مبسوطين فيها. هو وقت اجت لعنده فاتت على كرسي الاعتراف شحطها، ظهرت عم تبكي من عنده. قالت له ليه؟ قال لها بتروحي تتركيه خليه يموت بسلام. قالت له بحبه. قال لها هو متزوج. قالت له بحبه. قال لها هيدا زنا. قالت له بحبه. قال لها روحي خلصي له نفسه لكن فلي من هون. شحطها ظهرها عم تبكي قدام الكل. رجعت بعد شهر مثل ولد صغير، ركعت قدامه قالت له تركته بس بتصلي لي بتسامحني؟ قال لها يا بنتي انا ما تركتك، انت بقلب صلاتي من وقت ما فليتي، برافو عليك عملتي العمل الصحيح. يا ريت يا ريت هيدي الصلاة يا بادري بيو بتصليها، لان في كتير عيال عم تتفكك من قصة الزنا ومن الاستخفاف من العيلة ومن قيمة الوفا. ساعدنا يا بيو، نحن بعصر فوضى كتير. من الاعجب كمان الحلوة يلي منذكرها، وصلت له رسالة من كارول فوتيلا، كان بوقتها راهب، وبتقول الرسالة بدك تصلي بطلب صلاتك لصديقة لإلي اسمها واندا، عندها كانسير بزلعين بطريقة متقدمة رابع درجة وعندها عملية أسبوع الجاي. بادري بيو بيقول للراهب اللي حده لأنجلينو، بيقول له هيدا الرسالة بدك تضبها لأنه مهم كتير بعدين بدك تعوزها. هيدا الراهب بده يصير بابا. بيصلي لها لواندا، بتجي رسالة تانية من كارول فوتيلا بوقتها بعده كان راهب، بيقول له فيها أنا بشكرك واندا صحت، وواندا حتى ما عملت العملية، عم بفوتوها على العملية عملوا لها فحص صغير لقوا ما في شيء، أنا بتشكرك. كمان من الأعجيب كانابوني عامل حادث وكاسر مفخده كله وحاطت هيك مثل مكاناته، لما ركع بالاعتراف وقف ما بوشي والتحمت العظمة وما بوشي. هودي الأعجيب اللي ذكرتهم، هيدي نعمة السماء على الأرض لما بيتدخل الرب، ما بيتدخل لأنه بكل شيء بكل دقيقة، بس بيتدخل لنحن يقوى إيماننا وليساعد بيو مثل ما وعده على هجوم المارد الشرير. وقال له الرب بالرؤية انه في رح يكون في حضور سماوي حدك. فاصل صغير ونرجع. مرقت الايام وصار بيو تقدم بالسن، صار عمره 70 سنة، بس صحته كتير 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 كانت لورا. جايبوا له الاطباء كلهم، والاطباء كلهم قالوا انه ما له بعد الا كم شهر. وهو قاعد بالاوضه وعم بيصلي، بس ما وقف الصلاه ولا وقف بسر الاعتراف، ضل يعرف. وهو على كرسي صار نقال، صار يصلي، سمع انه تمثال فاطمه بده يزور روما، صار يصلي، عمل تسعويه لهالاستقبال. ما بيعرفوا ليه الفاطمة اللي رايحة على روما دغري وقفت بديره
عند سان جيوفاني بالكنيسة حده، فرح كتير وقال له نحملوني حطوني تحت إجريا. راح تحت إجريا وصار يركع ويصلي طوقت طويل، بالأخير حملوه صار وقت لأن رحيلة، قال له حطوني حد على الشباك بدي ودعها. ولما مرق الهليكوبتر يلي حامل العذراء قدام شباكه قال له ماما جيتي أنا ساخن، بدك تفلي وتتركيني ساخن كمان؟ بيقول شعرت بحريق، صرخت أنا شفيت. قال الكاهن اللي حده قال أكيد أكيد هيدا مثل صحبة الموت، أكيد بيقوم بيظهر على برا ما بيصدقوه، والحمد لله بيكون تعافى عن جد وكمل حياته لمدة 10 سنين. وبيقول أنا بس لحقته المضايقات رغم كل هالأشياء والبراهين اللي تصير، كانوا مصرين يضايقوه وهمهم ما بقى قداسته، همهم المصاري اللي هو مستلمها لأنه تبرعوا لإله العالم قد ما آمنوا فيه وعمر مستشفى. صاروا بده ياخذوا المستشفى وليرضخ لإلهم، حتى صاروا يحطوا له ضايقوه لدرجة بكرسي الاعتراف ميكرويات. هو حزن كتير، قال لهم أنا ما حزنت بس يسوع حزن أكيد. وتوصلتوا تخرقوا سر الاعتراف لهالدرجة، مضيلهم عمل اللي بدهم، قال لهم أنا بكتفي كون راهب مصلي. وكمل حياته بكل تواضع عم بيصلي لكل الناس لارتداد الخطأ. لأن الحقيقة دايما بتظهر، ولأنه لا خفي إلا ويظهر، هيدا قاله الرب، بيضل ملاحقه قلنا بيجي لعنده بزيارة بآخر عمره. اللي هو دفش الكل، الكاردينال اللي دفش الكل لمضايقته، بيقول له أنا جاي لعندك بنفسي لتقلي الحقيقة. بيقول له أنت ما بدك الحقيقة، بدك تثبت أني أنا مجنون، بس أنا رح أقول لك حقيقة. أنا شفتك لما سكرت على شاب كان عم يطلب منك النجدة، وانت فت على الكنيسة وهو يدق لك على الباب يقول لك افتح لي، ولاحقينه الجنود انت ما فتحت له، بس وهو قوصوه وكان بده يعترف قبل ما يموت، ما اعطيته البركة بس ما تقطعت الهم، انا اعطيته اياها. هيداك بيستشعر لانه هالشي صار عن جد، بيركع ساعتها على اجرين بيو وبيقول له سامحني وباركني. من القصص العجيب الثانية كمان اللي عملها بادري بيو، هي في دامياني مونسينيور كتير بحبه لبادري بيو وزاره كذا مرة، هو فيلي اللي بيقول له ما تنساني لما موت عن ساعة موتي، بيقول له بادري بيو أنا رح كون حاضر، بيوفي بوعده. بيقول للأعلى منه أنه مونسينيور دامياني بده يموت، ولما ركضوا لقوا فعلا ميت، بس لقوا ورقة على البيرو أنه بادري بيو كان هون، يعني كان بساعة موته رافقه لمونسينيور دامياني. هيدي قوة بادري بيو، بيوعد وبيوفي، والرب عطيه هالموهبة انه يكون بعدة اماكن عند اللزوم. لما صار عمره 80 سنة قلنا وتعب كتير، حس انه صارت ايامه اخيرة، بيقول لرابطه انه انا قربت نهايتي. وقال له للبابا بوقتها، لان مرق على ايامه عدة باباوات، لان يعتبر انه عمره هو 80 سنة عمر، بيقول لبول سيس انه انا ضعفت صحتي كتير ومني مرتاح. ساعتها هيك يعني بالدير كتير بينتبهوا له، وبيقول مرة بدي اقدس، بدي يضل يقدس، صار يقدس بس مش هو يناول، يساعدوه بالمناولة. اخر مرة كان النهار احد، عمل كريزة قاس مغبة، جابوه مقدس مع انه وجابوه من القداس غابة، ارتاح بالأوضة، ظهر على الشرفة هيك كدوا العرق ازرق، فوتوه رجعوا على الأوضة. الابونا قال له بدك ترتاح، ما بقى فيك تعمل انت مجهود كبير. قال له شوف اسمعني منيح، اذا الرب سمح
ياخذ روحي هلا، بدي منك تطلب لي من كل الاخوه السماح، لانه انا حملتهم مضايقات بسببي، بدي اياهم كمان يصلوا لي لروحي. وقال له انا كثير تعبان. بيقوم الابونا بيعيط لاطباء، بيجوا اطباء مع ممرضين، والرب سمح بوجودهم لانه رح يصير في اخر اعجوبه لاخر نفس لبادري بيو. لما اجوا صاروا يعملوا له اسعافات اوليه، عملوا اللي ما بي اللي بيقدروا عليه، بس مشيئه الله انه ينتقل بوقتها. بس هن اللي شافوا جروحات شافوا بنفس الوقت هي عم تنتقل روحه انه يه الجروحات اختفت وما في اثر لإلهم، والجلد طريه وناعمه وكانه ما كان في شيء. وهيدا اخر اعجوبه لبادري بيو يلي بثبت فيها انه الموت منه نهايه، بياكد القيامه، وانه بثبت انه الهنا اله حي. بادري بيو انت هلا بالسما وعدت تساعدنا وتكون راهب مصلي وتطلع فينا اليوم، مش بس بلبنان، بالعالم كله، ضايع، فلتان، الولاد، الأطفال عم بحملون أجرام كتيرة، عم بفزعوا بالأطفال، كيف رح يكون مستقبلنا إذا عم يقسوا عليهم وعم بضيعون بهالطريقة؟ بدنا مساعدتك بالصلاة مع كل الأبرار الصديقين وأهل السماء ليصلوا للأرض، لأهل الأرض، ليرجعوا يرتدوا ويتطلعوا بعيونهم، يصير منظر نظرهم صوب السماء ويمشوا على طريق الرب، طريق يسوع المسيح. والسلام، سلام لكم وسلام المسيح. درب الصحيح توصل على السماء، توصل على السماء.